يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني ونورني في هذه الفقره. زي ما قلت لكم قبل الفاصل، واحد من الاسماء والمدربين المحترمين جدا في ظروف مش هقول صعبه جدا ولكن مش سهله على الاقل، مع فريق اسوان يقدر يصعد للدوري الممتاز قبل 5 مباريات من نهايه مسابقه دوري الدرجه الثانيه، يقدر يعمل مباراه كبيره جدا مع نادي الزمالك وكان فيها هو الطرف الافضل وربما الاقرب للصعود لنهائي كاس مصر. كابتن احمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق اسوان ضيفي في هذه الفقره. كابتن احمد مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. اهلا وسهلا بيك كريم، انا مبسوط ان انا معاك النهارده. اخبارك ايه؟ كله بخير؟ تمام الحمد لله. قبل ما اخش على تفاصيل الكوره واسوان والصعود وماتش الزمالك والكلام ده كله، الناس بدات تقول احمد مصطفى بيبو اسم بدا يتكرر. بدا من الموسم اللي فات وانت بتختم مع اسوان في الدوري الممتاز، بدا مع صعودك مع اسوان في من الدرجه الثانيه، بدا بعد المباراه الرائعه اللي عملتها قدام نادي الزمالك. ايه حكايه بقى احمد مصطفى بيبو المدرب دي؟ بدات ازاي فكره المدرب دي؟ المدرب بسم الله الرحمن الرحيم، انا يمكن بطلت يمكن في 2008، ما كنتش خالص مفكر ان انا ادخل في موضوع التدريب ده، كان بعيد عن دماغي خالص. جه كابتن محمد حسن اللي بوجه له الشكر عن طريقكم، هو اللي قال لي انا شايف فيك ان انت هتبقى مدرب كويس، دخلني في قطاع البراعم. قعدت كريم 5 سنين، انا من اسوان ومقيم في اسوان حياتي كلها هناك. 5 سنين قعدت في قطاع البراعم، قمه الاستفاده اللي انا استفدتها كابتن محمد حسن مدرسه في الموضوع ده. بعد كده رحت قطاع الناشئين، اشتغلت مع فرقه 99، اشتغلت مع فرقه 97. الحمد لله كل فرقه كنت بمسكها كانت النتائج بتاعتها الحمد لله بنحقق نتائج كويسه. رحت بعد كده الفرقه الكبيره بعد كابتن عماد النحاس ما رحل على النادي، كان جه كابتن محمد عامر، اشتغلت معاه فتره، اشتغلت مع كابتن اسامه عرابي، كل ده في الدوري الممتاز. حصل هبوط للفرقه، مسكت مع كابتن عادل عبد الحميد، بعد كده كابتن مجدي عبد العاطي صعدنا بالفرقه. بعد كده اشتغلت مع كابتن كشري، اشتغلت مع كابتن سامي شيشيني، كابتن علاء عبد العال، لغايه بقى لما مشي كابتن علاء عبد العال انا مسكت كمدير فني السنه اللي فاتت اخر 7-8 ماتشات. اللي حصل ان بعد رحيل كابتن علاء عبد العال اللي بوجه له برضه الشكر عن طريقكم عمل اللي عليه، بس ما كانش فيه توفيق الفتره الاخيره. مجلس الاداره السابق بقياده السيد اللي هو احمد سليمان والاستاذ مصطفى امين مشرف على الكوره وكابتن مجدي سبالك نائب رئيس النادي كانوا قعدوا معايا وقالوا لي ان احنا كان في ماتش سيراميكا، ماتش في النص، قالوا لي احنا بندي لكم الفرصه في الماتش ده ان انتوا تشتغلوا، وفي مدير فني جاي عشان في فتره توقف هو المدير الفني يقدر يشتغل فيها الراجل اللي هيجي بعد كده. تولينا المسؤوليه، قعدنا اسبوع كامل بنعد في الفرقه واشتغلنا ماتش سيراميكا، عملنا ماتش كويس، اتعادلنا 1-1، كان الشكل الحمد لله كان كويس فنيا تكتيكيا، قدرنا ندير الماتش الحمد لله، كنا خسرانين عملنا تغييرات. فواحد زي كابتن مجدي سبالك راجل كان مدير فني قبل كده وكان نائب رئيس النادي، قعد معايا وقال لي انت عملت كذا وعملت كذا، حاجات فنيه تدل ان في مدير فني احنا حابين ان هو يكون موجود معانا. فقالوا خلاص احنا المدير الفني اللي هيجي في الفتره دي مش هيكون احسن، مش هيعمل احسن من اللي انت عملته. فتولينا المسؤوليه اخر 6 ماتشات في السنه اللي فاتت، حصل اخفاق وقدر الله ما شاء فعل ونزلنا. كلمونا تاني ان هم جددوا الثقه فينا تاني ان احنا نكمل الموسم الجديد، ان احنا نقدر نصعد تاني بالفرقه. الحمد لله الحمد لله، يعني ابتدينا صح من الاول، ما حطيناش راسنا في الارض زي ما بيقولوا، لا ابتدينا وابتدينا بدايه قويه، مع بنينا على الفرقه اللي كانت معانا الموسم اللي فات، حطينا عليهم عناصر كويسه في بدايه الموسم، حطينا عناصر كويسه تاني كنا حاطين عينينا عليهم في شهر واحد. كل ده عمل معانا الفارق وصعدنا الصعود اللي حضرتك شفته قبل الموسم بيخلص يمكن ب5 مباريات رسميا، لكن كان اكلينيكيا زي ما بيقولوا كده من بدايه الدور الثاني احنا فرقنا عن اقرب المنافسين ب 12 بونت ولغايه دلوقتي احنا 16 بونت وبحمد ربنا سبحانه وتعالى على توفيقه. يعني بص انا هتكلم معاك بصراحه شديد. اتفضل. اسوان اكيد فرقه مش ميسره الحال، مش من الفرق الغنيه مثلا، من الانديه اللي ظروفها سهله. وبصراحه دوري الدرجه الثانيه للناس اللي ما تعرفش انه بقى في صرف تحت، في صرف كتير، يعني الناس فاكره انه سهل انك تصعد من دوري الدرجه الثانيه وبفرق نقاط كده، ده سهل جدا، مش انت مش بتلعب في الممتاز بالظبط، بس الامور كانت صعبه. تعاملت ازاي مع الصعوبات دي؟
اول صعوبات اكيد مستحقات لاعبين واكيد عقود لاعبين واكيد منافسه مع انديه اخرى بالامور الماليه، مش بتكلم على تمام. امور كلها صعبه، تعاملتوا ازاي مع الوضع ده؟ الفرقه اللي كانت بتنافسها كابتن كريم كان في صرف كبير، فريق كيما اسوان اللي انا يعني بتمنى لهم التوفيق الموسم الجاي، كان صرفت السنه دي صرف كبير. اللعيبه اللي عندك شايفه الصرف اللي حواليها ماشي ازاي، مكافاتهم ماشيين ازاي، الدنيا ماشيه ازاي كلها حواليهم. بس انا كان معايا كريم بالسنه دي لعيبه يعني بوجه لهم الشكر عن طريقكم، لعيبه قلما، وقلت الكلام ده في كل حته، قلما تلاقيها موجوده في مكان واحد. لعيبه على المستوى الاخلاقي، لعيبه على المستوى الفني، لعيبه على المستوى كل المستويات الاجتماعيه مع بعض قاعدين في فندق واحد. انت كريم لو انت في جامعه وفي زي ما بيقولوا قاعدين مع بعض طلبه او حاجه زي كده هتلاقي مشاكل كتير، لكن هم قاعدين اكتر من 20 لعيب مع بعض مفيش مشكله، مفيش حاجه، مفيش قدامهم غير التمرين، الصلاه، رايحين اكل، شرب، الكلام ده كله. اي مشكلات هم بيحتووها، يعني زي ما بقول كان في لعيبه كبيره معاهم بمثابه مدربين معانا، يعني احنا بنسند لهم مهام برضو معانا. كل الحاجات دي بلورت ان اي مشكله كانت بتقابلنا خصوصا المشاكل الماديه بنقدر نسيطر عليها اول باول، وما اكثرها يعني كان السنه دي. صعوبات كتيره قوي في القسم الثاني بالذات في مجموعه الصعيد، الناس كلها تقول لك مجموعه الصعيد دي اسهل مجموعه، لا مصر. يعني جغرافيا صعب، انا كاسوان عشان لعب السنه دي 4 ماتشات في ملعب الاسيوطي، ملعب الاسيوطي 1000 كيلو، بنزل القاهره قطر وبروح وبات والعب وارجع تاني قطر، فالموضوع صعب، زائد بتلعب في بعض الملاعب لا تصلح، كل دي صعوبات برضو بتواجهك. انت برضو بتقابل فرق مجهولة بالنسبة لك بتعمل معاك نتائج، عكس لما يكون فرقة معلومة بالنسبة لك بتقدر تشتغل عارفهم الكلام ده كله. كل دي صعوبات موجودة. وأكبر صعوبات كانت بالنسبة لنا تاني ماتش، احنا يمكن خسرنا من المنيا هناك، كانت العملية صعبة شوية ان انت تاني ماتش تخسره وانت بتنافس المفروض المنافس الرئيسي. الحمد لله يمكن الإخفاق بتاع المنيا وإخفاق ان احنا تعادلنا اول ماتش في الدور الثاني، بعد كل اخفاق من دول كان في انطلاقه كبيره. يمكن بعد خساره المنيا الثاني ماتش في الدوري كسبنا بعدها 6 ماتشات على طول. اول تعادل في الدور الثاني مع سوهاج كسبنا بعده 8 ماتشات على طول، جبنا 24 بونت، ودول اللي فرقوا معانا في الدور الثاني والحمد لله يعني. طيب من الحاجات اللي دايما نقولها على دوري الدرجه الثانيه ان انت عشان تصعد للدوري الممتاز هيبدا تبقى محتاج لعيبه جديده، محتاج لعيبه زي ما بيقولوا لعيبه خبرات، لعيبه دوري ممتاز. وبصراحه شديده عشان ابقى امين معاك اكتر، يقول لك طب ما نجيب مدرب له خبرات في الدوري الممتاز. بالظبط الجمل اللي بنسمعها مكرره دي واكيد انت عايشها وبتفكر فيها. بالظبط الوضع بالنسبه لك ايه؟ اسوان عامل معاك ايه؟ محافظين عليك ومكمل معاهم ولا لسه ما حدش اتكلم معاك ولا انت مش حاسس انك هتكمل معاك؟ يعني الوضع ايه؟ هو الوضع مبهم لغايه دلوقتي يا كريم، ما اكذبش عليك. اتسالنا السؤال ده بتساله في كل حته، خصوصا خاصه بعد ماتش امبارح. انا من خلالك برضو بشكر اللعيبه اللي قدوا مباراه كبيره امبارح مع الزمالك. ممكن اقول لحضرتك مفاجاه ان اللعيبه يمكن اخر ماتش لينا في الدوري مع الفيوم كان يوم 14، اول تجمع لينا كان يوم 18، 4 ايام في عرف الكوره كبير جدا ان انت ما تتمرنش. ده كان هاجس بالنسبه لي ماتش امبارح، ان خايف الناحيه البدنيه تكون فارقه مع فرقه كبيره زي الزمالك، فرقه متصدره الدوري الممتاز. بالنسبه لموضوع ان انا مكمل ولا مش مكمل، الموضوع كله عند الاداره. احنا زي ما بقول لو في حاجه برضه عايز اقولها لك يا كريم، ان احنا شغالين من غير عقد. ان احنا شغالين، احنا ابناء النادي، ده بالنسبه لنا احنا بنعتبره تكليف وبنعتبره تجربه بالنسبه لنا كويسه وتجربه. ممكن اقف هنا شويه واقطعك بس يبقى تكمل. هو يعني ايه من غير عقد؟ بص انا هكلمك بصراحه عشان دايما الجمله دي بسمعها من اولاد الانديه. دلوقتي في احتراف دلوقتي انت ليك حقوق وهم ليهم حقوق، يعني النادي اي نادي تشتغل معاه هو ليه حق عليك ان هياخد منك 1 2 3 4، وانت بتصحى من النوم بتروح تدريباتك وبتلعب مباريات وبتشتغل، ومع كامل الاحترام كمان انت ممكن لو عندك شغل خاص فانت ممكن تاخد منه اجازه فبتخسر فلوس، يعني في تفاصيل كثيره. هو المال ده بحبك للنادي، يعني فكره العقد ده ماله بالحب، انا كده بحب النادي. بالزبط. بس في عقد يربطنا احنا اتنين، ثواب وعقاب، انا فين شغلي باخد عليه فلوس، ولو عايز تعاقبني كمان لو قصرت او عملت اي مشكله فيبقى في عقاب. كلامك مظبوط.
بس في شخصيات يا كريم لا تيجي تقول لك احنا عايزينك هتبقى معانا الموسم ده، ما تقدرش تطلع من لسانك، زي سياده اللواء احمد سليمان وكابتن مجدي، كان مشرف استاذ مصطفى امين واستاذ ايهاب منصور، محمد سيد، استاذ محمد حمدي، كلهم لما يجي يقعدوا معاك في اوضه واحده كده يقولوا لك لا انت ان شاء الله السنه الجايه مكمل معانا، ايه رايك، عندك امكانيه، عندك قابليه، انا بعتبره زي ما قلت لحضرتك من شويه ان هو تكليف. طيب بالنسبه ده بيحصل مع كل المدربين نجوم، انت اشتغلت مع كل المدربين نجوم اسوان تقريبا في الفتره الاخيره. بالظبط. كلهم بيشتغلوا من غير عقود؟ لا طبعا. بعقود؟ لا كله بعقود. فاهم يعني، وده اللي هيحصل ان شاء الله الموسم الجديد لو في نصيب باذن الله، انك تكمل بعد خلاص، ان هيبقى فيه عقد باذن الله ان شاء الله. طيب انا سالتك السؤال ده ليه؟ عاده الانديه اللي بتصعد من الدرجه الثانيه بيعملوا ايه؟ يمشوا المدير الفني اللي صعدهم. تمام. ويروحوا يلفوا على مدربين من الاسماء المعروفه اللي هي معروفه شغاله يعني، بتلف اللفه بتاعت الدوري الممتاز. يلف على واحد التاني ويرجع لك تالت على طول. فانا ساعات دايما اقول لنفسي ايه؟ طب ما الراجل كان كمل، مش دي فرقتك؟ ما تكمل بيها، انت اكتر واحد حافظها وهم حافظينك. ليه نقعد نجود؟ وليه الكوره هنا غير الكوره فوق؟ يعني ليه الكوره في الدرجه الثانيه مختلفه عن الكوره في الممتاز؟ هو الكوره دلوقتي يا كريم لا مش مختلفه ولا حاجه. يمكن لو حضرتك الفتره اللي فاتت دي كنت متابع معانا، يمكن احنا اتزنقنا في ماتشين في الدوري ورا بعض عندنا، وجالنا ماتش الكاس مع البنك الاهلي، والماتشين على ارضنا لعبناهم الدور الاولاني الاثنين بره، كان عندنا ادفانتج ان احنا نلعب الاثنين على ارضنا، احنا مش عايزين نخسر الميزه دي اللي جايه لنا. فالفرق بين الماتش اللي في الدوري والماتش اللي في الكاس حوالي 3 ايام بس، ماتش في اسوان وماتش في القاهره، فاحنا اثرنا ان احنا نلعب ماتشين على ارضنا، فلعبنا بفرقه في الدوري الحمد لله كسبنا، ولعبنا فرقه تانية خالص بعدها بثلاث ايام مع البنك الاهلي. الشاهد من كده يا كريم ان احنا لا عندنا فرقه عملت ماتش كويس بشهاده الناس كلها مع البنك الاهلي، فرقه بتلعب في الدوري الممتاز، وحضرتك شفت امبارح فرقه تانية بتلعب مع ماتش الزمالك متصدر الدوري الممتاز المصري بتعمل ماتش الحمد لله الناس كلها اشادت بيه. فانت عندك سكواد محترم، عندك فرقه لعبت مع البنك الاهلي، عندك فرقه لعبت مع الزمالك، مش شايف ان في فرق كبير بين القسم الثاني والدوري الممتاز، خاصه ان انت يمكن ما عندكش محترفين كتير، عندك اتنين بس اللي شغالين معاك في الدوري الممتاز، ممكن تستعين بمحترفين يقدروا بس يدعموك، لكن السكواد اللي موجود عندنا ويقدر يلعب بالدوري الممتاز وبكل سهوله. طيب انت بقى شخصيا بالتاكيد بعد نجاح كبير مع اسوان في الدوري الدرجه الثانيه اكيد جات لك عروض. الحمد لله. جات لك عروض من انديه في الصعيد ولا انديه بره الصعيد؟ الاثنين الحمد لله. بس انت عايز ايه؟ انا موجود مع النادي لغايه اخر يوم، لغايه 4/6 ان شاء الله اخر ماتش في الدوري. وكل الاحترام لوجهه نظر المجلس الاداره اللي موجود، واشكرهم خدت السيد المستشار مصطفى الشافعي. المؤشرات اللي جايه لك ايه؟ مكمل ولا لا؟ هي مؤشرات مش باينه يعني، هي الناس بتتكلم كلام كويس بس ما فيش حاجه قاطعه يعني. هو سياده المستشار كنت معاه في برنامج واعلن ان الموضوع كله موضوع راجع لمجلس الاداره، هو كرأيه الشخصي ان هو محبذ ان احنا نكمل، بس هو محترم طبعا رأي الجماعه في مجلس الاداره، وهم تقريبا بعد الدوري ما يخلص هيعملوا اجتماع وهيقرروا فيه مصير الجهاز الفني. طيب سؤالي ليك دلوقتي يخص اداء فريقك في الدوري الممتاز، لما هتلعب الدوري الممتاز الاداء ده محتاج معسكرات، محتاج استمراريه، محتاج شغل فني محترم منك الفتره الجايه لو افترضنا ان انت ان شاء الله مكمل مع اسوان. انت عندك فتره طويله جدا لحد ما الدوري الممتاز الجديد يتلعب بعد 30 اغسطس. بالظبط. الفتره دي كلها هتعمل فيها ايه عشان تبقى جاهز في الدوري الممتاز؟ ده موضوع صعب وموضوع مؤلم يا كابتن كريم. انا كنت بتكلم من شويه بقول ان احنا السنه اللي فاتت هبطنا من الدوري الممتاز وهنلعب القسم الثاني، كان الفرق حوالي 25 يوم. 25 دول يوم مطالب ان انت اللعيبه اللي عقودها ممتده معاك انت عايز تقنعهم يلعبوا معاك تاني في القسم الثاني وفي اسوان. اللعيبه اللي مشيت تجيب غيرها؟ واللعيبه اللي مشيت تجيب غيرها، تعمل فتره اعداد، عايز ترجع الناس فتره اعداد، عايز تعمل ماتشات وديه خلال 25 يوم، كان موضوع شبه مستحيل. بس قدرنا الحمد لله نتعامل معاه ونتعامل معاه كويس، لكن الفتره الطويله اللي جايه دي انا شايفها فتره صعبه جدا. انت هتحتاج لعيبه من اللي شغالين دلوقتي في الدوري الممتاز، هتستنى لغايه لما يخلصوا، هتبتدي بمين الاول؟ هتبتدي اللي قاعدين معاك بس، اللي انت كتبت في تقريرك ان هم هيبقوا معاك،
طب هتحتاج حد، لو احتجت حد من القسم التاني هيبقى معاك، هتقدر تتعامل ازاي مع المعسكرات؟ زي ما بتقول لازم تعمل فترة اعداد، حتى لو فترة اعداد هتقسمها على مراحل على اساس ما يبقاش في زهق الفترة دي كلها. كل الحاجات دي طبعا لازم تدرس، وتدرس دراسة متأنية معانا مخطط احمال. الكابتن عصام الراجل اشتغل معانا بشكل محترم السنة دي، هنقعد مع بعض ونشوف الدنيا تدور ازاي، لو لنا نصيبه كملنا ان شاء الله. طيب هل عينك بقى على اللعيبة من دلوقتي؟ يعني من الدوري الممتاز انت المفروض تبص على لعيبه في الدوري الممتاز، ده اللي هيخلص 30 اغسطس، يعني اللعيبه عقودها هتخلص، فانت لازم تحط عينك من دلوقتي، وبسرعه كده لازم تتفق من دلوقتي كمان. هتعمل ايه؟ ما انت حتى عارفين في انديه هتتضايق وفي، بس ما لازم احط عيني على اللعيبه. بالظبط. حطيت عينك على اللعيبه، هي المشكله برضو كلها حضرتك قلت، يمكن كريم قلت انت من شويه الموضوع الماده. الموضوع ده لسه لغايه دلوقتي مش محلول بالنسبه لك. احنا السنين اللي فاتت دي كنا بنشتغل في زونه معينه. انت ما بتفكرش غير في اللعيب الفري، اللعيب اللي هو معلوش اي فلوس، يا اما اعاره. دي الزونه اللي انت تمشي فيها. لكن انا محتاج اللعيب الفلاني والنادي يطلب فلوس وان انا اجيبه، دي كان موضوع مش متاح بالنسبه لنا، غير في حاجات يعني حاجات مبالغ قليله جدا نقدر نتعامل معاها. لكن الوضع الوضع المادي اللي هيبقى موجود الفتره الجايه هو اللي هيحسم الامور دي كلها، متاح او مش متاح، تقدر تتعامل مع الناحيتين يعني. طيب ده فيما يخص الصعود للدوري الممتاز. عايز اخدك بقى للمواجهه الناس كلها شافتها، مواجهه نادي الزمالك. اولا كده قبل ما اتكلمك على المواجهه نفسها، كنت متوقع انها تقام؟ كنت متوقع انه كاس مصر السنه اللي فاتت هيستكمل، ولا كنت فقدت فيه الامل؟ كان بعيد جدا ان احنا ممكن نكمل دي، كانت كنا مستبعدينها خالص من حساباتنا. خالص. لما اعلن ان المباراه هتقام اتبسطت، ولا قلت ما انا كنت فرحان بدوري الدرجه الثانيه ولسه صاعد وبتاع، الفرحه هتقع لو لعبت الزمالك وكسبت؟ لا، هي القصه ان هي جت جه ماتش الزمالك وتحدد، كنا قبل ما نحسم رسميا موضوع الصعود. فكان سبب لنا ارتباك شويه ان احنا التارجت الاساسي اللي احنا جايينه كريم السنه دي ان احنا نصعد الدوري الممتاز، مش مفكر في كاس مصر بالظبط كده. فعايزين نحسم الاول، بعد كده نفكر في ماتش الزمالك. الحمد لله حسمنا قبل ماتش الزمالك، قبلها بماتشين كمان بطريقه محترمه يعني. صح. قعدت مع اللعيبه واتكلمنا وفضفضنا مع بعض، وقلت لهم الحمد لله دي زي هديه من السماء او مكافاه ليكم بعد صعودكم الجميل اللي شفتوه السنه دي، فرصة ليكم وفرصة لينا. في ايه يا كريم؟ ان احنا نبين للناس ان احنا عندنا فرقة محترمة. صح. يمكن القسم الثاني مش متشاف زي الدوري الممتاز. طبيعي. الناس كلها شايفة فرقة أسوان دي صعدت بفرق كبير. طب الفرقة دي عاملة ازاي؟ مين اللعيبة اللي فيها؟ ايه الأسماء اللي فيها؟ مين المدرب بتاعهم؟ مين الجهاز؟ عشان ما انساش برضه يا كريم. صح. معايا جهاز الحمد لله قمة في الاحترام وسند لينا الدوري كله، بوجه لهم كل الشكر عن طريقك. فماتش كاس انا قلت لهم هديه ليكم عشان الصعود بتاعكم، هنلعب من غير اي ضغوط، بالعكس فرقه الزمالك هي اللي مضغوطه. عندهم خساره اخر ماتشين وعايزين يطلعوا من الكبوه دي، فاحنا هنلعب بدون اي ضغوط. يمكن الشوط الاولاني يمكن شويه كنا لسه الخضه موجوده عند بعض اللعيبه، ما لعبوش ماتشات بالاهميه دي قبل كده، لكن الشوط الثاني حضرتك شفت مع التغييرات مع خلاص اللعيبه دخلت جوه المباراه، كان الوضع يعني الحمد لله احسن. والحمد لله بشكر اللعيبه على الاداء بتاع امبارح، ويمكن احسن طريقه نختم بيها الموسم كان ماتش امبارح. كنا نتمنى طبعا، كان عندنا طموح مشروع ان احنا نلعب نهائي هجمات وانت اللي مسيطر والاستحواذ معاك. الوحده دي ليها قصه. ليها قصه. شكلها في الاول تيجي ضرب الجزاء، الدوسه اللي على رجلي دي ضرب الجزاء. بالظبط. الراجل اترمى رميه صعبه قوي، يعني فيها غطس صعب قوي، هي اللي خلت يعني انا قعدت اقول لنفسي وانا بتفرج على المباراه، ما انا لو حكم بالظبط هبقى متردد اصلا يعني. لو قلت له كده صح؟ اه بالظبط. قلت له ايه بقى؟ انا قلت له لو من الحكم هاجي اديك قلمين مش هديك اصلا. هي فوت اون فوت زي ما قال عليها الخبراء امبارح. نفس ضربه الجزاء الثانيه اللي اتحسبت هي. بس احنا طبعا ما اتدخلش قوي في موضوع التحكيم، انا شايف كابتن محمد يوسف برضه عمل ماتش كويس. هو بصراحه ما انا بقول حتى دي انا يعني انا وانا بتفرج بقول الله يكون في عونه. الكوره هي شكلها ضربه جزاء، القانون بيقول ضربه جزاء، بس اللي عمله الراجل خلى الواحد يقول ما انت ما حصلكش حاجه، هو ايه الرميه دي؟ بالظبط. الحمد لله الحمد لله. هسالك على ضربتين الجزاء اللي ضاعوا، طبيعي جدا
اي مدير فني وهو داخل مباراه لكاس مصر يكون بيدرب اللاعبين على ضربات الجزاء وضربات الترجيع عشان لو المباراه كان فيها تعادل. هل كان في تدريب؟ احنا حسينا ضربتين الجزاء اتشاطوا، التصدي يوم كان سيء طبعا، محمد عواد تألق بس ما تحسش انه كان فيهم مهاره يعني، مع كامل الاحترام يعني. الناس كلها بتقول كده كريم، بيقول المفروض المدرب والسوشيال ميديا كله بيقولوا شكل اللعيبه. لا ما انا سالتك السؤال ده عشان ترد. السوشيال ميديا بيقولوا احنا المدرب بتاع الفرقه ما بيمرنش اللعيبه على ضربات الجزاء. بالظبط. نسبه محمد رزق كريم في ضربات الجزاء في دوري القسم الثاني 100%، ما ضيعش ولا ضربه جزاء، يمكن 7 أو 8 مش متذكر، 8 اهداف ما ضيعش ولا واحده، يمكن احنا ضيعنا واحده بس في الدوري ما كانش محمد رزق اللي شايطها، فنسبته اذا 100%. خلاص يخش يسجل. الراجل كان بيلعب في النادي الاهلي، لعب في النادي المقاولين، لعب ضربات جزاء نهائي كاس مصر اهلي وزمالك. صح. فالموضوع بالنسبه لمحمد رزق، ولا هقول لك ان هو مضغوط من المباراه لانه لعب في المستوى ده. طبعا. تاني واحد كان في الاداء، انت كريم هتلعب كاس مصر، فاوريدي الاسبوع كله انت بتتمرن على ضربات جزاء. لا بالعكس، احنا طول الموسم بنجيب 3-4 بعد كل تمرين، التمرين خلص خلاص بنجيب لعيبه معينه نلعب واحده واثنين. عندنا بالمناسبه حارس مرمى اسلام سليمان مميز جدا في تصدي ضربات الجزاء، فعلى طول في تحدي، في 2-3 كل تمرين يجي يقول لك احنا بنتحدى، فده حروج نسبته معانا في الاسبوع بتاع الكاس ده برضو نسبته 100%. اضاعتهم بقى دي مش بتاعتنا احنا، انا كمدرب كمدير فني اتمرنا كويس على ضربات الجزاء، اتمرنا كويس ان انا قصتي كلها ان انا اوصلك واخليك في الزون بتاعت ال 18 دي، اوصلك ان انت وصلت مره واثنين وثلاثه وجات لك ضربتين جزاء وفي واحده ثالثه ما اتحسبتش، اذا احنا دورنا عملناه، لكن الكره تدخل او ما تدخلش دي انا بعتبرها توفيق، والتوفيق ما كانش معانا اليوم ده. طب ليه ما فكرتش ان محمد رزق بما انه لاعب بيسدد بنسبه 100% نجاح معاك ضربات الجزاء، ليه ما خدتوش الشوط الثانيه؟ هو طلب. هو اللي طلب. هو اللي طلب. هو انا لو انا مو يعني لو ليه كان الراي ساعتها انا كنت هقول له شوط. صح. انا بثق فيه لان هو عنده تنوع كريم من بدايه الموسم، ملهوش زاويه معينه بيلعب فيها، متنوع، بيلعب يمين يلعب شمال بيلعب في نص كل ضربات الجزاء. هو لو شاط تاني هيخلي الحارس كمان قدامه يفكر كتير جدا. هيبقى الموضوع بالنسبه له اصعب، انه هيخدعني، هيشوطها على اليمين تاني، هيحطها شمال. هي الموضوع مسؤوليه، يمكن رزق برضه خف من المسؤوليه شويه. بس لا انا شكرتهم الاثنين على فكره النهارده على السوشيال ميديا، كله بيضايع. قلت لهم دعم كبير ليكم، لان انتوا اسباب رئيسيه ان انتوا صعدتونا للقسم الثاني، وده كان الهدف بتاعنا. ضربات الجزاء ده كل الناس بتضيع والحمد لله يعني. طيب ايه بقى اللي ذاكرته في الزمالك خلاك تلعب كتير؟ شفنا امبارح ثغرات في نادي الزمالك، معنى ان يبقى في ثغرات في نادي الزمالك يعني المدرب اللي قدامك اشتغل على الثغرات دي، فبينها. ايه الثغرات اللي انت شفتها في نادي الزمالك واشتغلت عليها امبارح بشكل كويس؟ يمكن احنا امبارح لعبنا بطريقه اول مره نلعب بيها، نفس الوقت كان الزمالك اول مره اشوفه بيلعب بيها، اللي هي 3-4-3، لعب بثلاث مدافعين برضه. احنا اتفاجئنا قبل الماتش لما شفنا جالنا التشكيل، واحنا كنا بنلعب بطريقه برضه ما لعبناش بيها بس كنا بنتمرن عليها كتير، ان احنا ممكن في ماتشات بنحتاجها، واللعيبه الحمد لله ادوها بطريقه كويسه. يمكن الشوط الثاني احنا غيرنا الطريقه، الزمالك في اخر ماتش يمكن غير الطريق. احنا قلنا نقطه القوه بتاعه الزمالك في كور ثابته، بما انه بيلعب بثلاث مدافعين، ثلاث مدافعين بيلعبوا بدماغهم كويس، معاهم برضو ناس تانية بتلعب بدماغها كويس، فالكور ثابته من نقاط القوه اللي عند الزمالك، زائد ان هم من السنه اللي فاتت يمكن من احسن الفرق اللي في مصر، بتعمل ترانزاكشن بطريقه هايله، تحول من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه عن طريق زيزو واشرف بن شرقي ويوسف اوباما. دي الحاجات اللي احنا حذرنا منها. للاسف احنا بعد ما جبنا الجون طمعنا شويه وطلعنا، يمكن طلع سيرت باكين مع بعض والثالث هو اللي بيلعب رمي التماس، وقفنا اثنين تاني ما عندهمش برضه الصلابه الدفاعيه شويه، فقدر الزمالك يجيب الجون الاول من كره ثابته والجون الثاني من التحول اللي احنا كنا حذرنا منه. يمكن احنا لعبنا امبارح بثلاثه في الخط الامامي، ما فيش فيهم مهاجم صريح، شادو سترايكر زي ما بنقول عندهم سرعات. يمكن احنا درسنا برضو فرقه الزمالك في بطء سنه كده في الحته الدفاعيه، كنا عايزين نستغلها في ان احنا نقطع ونشتغل على الثلاثه السرعات يقدروا يعملوها كويس. فيعني اشتغلنا، رحنا بواحده والثانيه، بس القصه كلها ان احنا بعد الهدف اللي احنا
جبناه حصل خوف شويه على الهدف وعايزين نحافظ عليه، هو اللي خلى ان احنا ما نقدرش نستغل اندفاع الزمالك بعد احنا ما جبنا الجون، كان لازم ساعتها ناكد بهدف تاني. بس الحمد لله يعني انا شايف ان اللعيبه ادوا اللي عليهم. يعني من اللعيبه اللي موجوده في الاهلي والزمالك اللي انت شايف مثلا بتقول يا ريت يقعوا منهم، يقعوا منهم دي انت فاهمني، فاهم الجمله ان هو يقعوا اعارات يقعوا بيع، فانت تقول انا لو حطيت عيني على واحد او اتنين من دول اخدهم اخر موسم يبقوا كويسين. لا لو مين؟ اهلي وزمالك في كتير. في كتير بس قصه ان لعيبه الاهلي والزمالك يعني بالنسبه لهم اسوان ده موضوع صعب، في انديه كتيره حواليك، انديه كتيره مؤسسات وانديه كتيره شركات بتدفع طبعا اكتر، لكن لا لعيب اي لعيب هيجي لك من الاهلي والزمالك يعتبر اضافه كبيره جدا لنادي اسوان طبعا. طب اي لاعب يعني شباب او كبار، يعني انت تحط عينك على الناس من الشباب ولا انت حاطط عينك بس على الموجودين في الفريق الاول؟ انا احط عيني على اللي انا ممكن احصل عليه. انا اقصد انه انت ممكن تحط على هل حاطط عينك على فرق الشباب اللي احنا مش شايفينهم؟ يعني ممكن بتوع الممتاز تبقى الامور صعبه بالظبط، لكن فرق الشباب ممكن تبقى الامور سهله انه ما يبقاش ليهم فرص كتيره حتى في فرق الممتاز، فتقول والله ناخدها. عندنا فرصه الفتره اللي جايه دي، بس انا شايف في الزمالك في سيف جعفر ما شاء الله طالعه كويسه، لو نقدر نحصل عليه اعاره ان هو يلعب معانا بدل ما هو قاعد يعني في الزمالك مش بيلعب بصفه اساسيه. في يوسف اسامه نبيه احنا كان معانا من موسمين قبل كده، لعيب من اللعيبه كويسه. في كوكا في الاهلي اللعيب الاشول، في زياد طارق في الاهلي برضه، دي لعيبه لو احنا قدرنا نجيبهم طبعا هيبقى اضافه كويسه لينا جدا، هيفرقوا معاك كتير جدا جدا. طيب انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، انت من المدربين المحترمين اللي انا بحترمهم من السنه اللي فاتت. دلوقتي كنت بعمل استوديو التحليه وانا كنت اتحدث في المباريات الاخيره لاسوان ان اسوان كسبت مدرب محترم ومدرب هيبدا يشتغل معاهم بشكل كويس السنين الجايه، وانا اتمنى بصراحه لو صوتي واصل لاداره اسوان انه يكملوا معاك عشان ما نلفش اللفه اللي بتتلف كل شويه، الا لو انت طبعا ليك مستقبل اخر او انت شايف حاجه ثانيه. بس يستحسن لاسوان انه يبقى موجود بالتاكيد معاهم مدرب محترم زي حضرتك. شرفت ونورت كابتن احمد مصطفى. الله يخليك. احب بس حاجه اخيره اتفضل كريم، ان انا بشكر اسرتي جدا على وقفتهم معايا السنه دي، زوجتي واولادي ووالدتي واخواتي، مش عايز اقول لك كانهم بيلعبوا معانا من الدعاء ومن اللي هو لو حصل معايا اخفاق في ماتش اقول لهم انتوا ده ما دعيتوش النهارده الضمير. ما دعيتوش كويس، ما دعيتوش كويس. بحملكم المسؤوليه كامله طبعًا. بس طبعًا. انا بشكرهم من خلالك شكرا جزيلا يعني. حبيبي شرفت ونورت كابتن مصطفى بيبو المدير الفني لفريق اسوان. بعد فاصل ان شاء الله هيكون معايا ايضا واحد من المديرين الفنيين المحترمين جدا اللي ساعدوا بفريق اخر الى الدوري الممتاز هذا الموسم، فريق نحب نشوفه دايما في الدوري الممتاز هو فريق حرس الحدود. هيكون معانا الكابتن محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود بعد هذا الفاصل، خليكم معانا.